طلاب سوري لانه الزوم، طلعنا من الزوم ورجعنا هسه. ما ادري يمكم الشاشه واضحه ان شاء الله. يلا مو مشكله ان شاء الله. اوكي، ليش القطعه اللي فاتت سجلناها، يعني كملنا تحويل التسجيل مالتها، وان شاء الله حتى لو يصير على قطعتين مو مشكله. اوكي، هذه هسه احنا نحكي على البكتيريا اللي هي اكسترا سيلولار. اكسترا سيلولار، الاكسترا سيلولار هسه نجي. اولا الاكسترا سيلولار المناعه تتعامل وياها بطريقتين، اولا بالانيت اميونيتي. النيت اميونيتي عندنا النيت وعندنا ادابتيف اميونيتي. ما هي الطرق الانيت اميونيتي الذي يستخدمها جهاز المناعه للتخلص من البكتيريا اللي هي اكسترا سيلولار بكتيريا خارج الخلايا؟ The principal mechanism of innate immunity to extracellular bacteria are complement activation, the complement system, phagocytosis, والانفلاميشن. ثلاث طرق، الثلاث طرق المناعة تستخدمها للتخلص من البكتيريا اللي هي extracellular bacteria: complement, phagocytosis, and inflammation. Inflammation process. هاي الانيت مو الادابتيف. نجي هسه واحده واحده. الكومبلمنت اكتيفيشن، هنشوف الكومبلمنت اكتيفيشن ما هو دوره في التخلص من الخلايا من البكتيريا اللي هي اكسترا سيلولار بكتيريا، وذر كانت جرام نيجاتيف اور جرام بوزيتيف بكتيريا. بيبتيدو جلايكان ان ذا سيل وول اوف جرام بوزيتيف بكتيريا، بيبتيدو جلايكان الموجود بالجرام بوزيتيف بكتيريا، اند لايبوبوليسكرايد ان جرام نيجاتيف بكتيريا، ذن الاثنين اكتيفيت كومبلمنت، يحفز الكومبلمنت باي ذا الترناتيف باث واي، باي ذا الترناتيف باث واي، مو بالكلاسيكال باث واي، بالالترناتيف باث واي. بكتيريا ذات اكسبريس، بكتيريا ذات اكسبريس مانوز اون ذير سيرفيس، تذكرون اللاكتين باث واي اللي قلنا منان بايندنج بروتين ومنان لايك، تذكرون ذني ذن اللاكتين باث واي. هسه احنا عندنا اللايبوبوليسكرايد والبيبتيدو جلايكان يحفز الكومبلمنت عن طريق الالترناتيف. خلاص اكو بكتيريا بها مانوز بالسيل وول مالتها، لايك منو؟ لايك يا هل بها مانوز؟ لايك نيموكوكاي، نيموكوكاي يعني ستربتوكوكس نيموني، عندها مانوز بالسيرفيس on their cell surface. هذا المانوز may bind mannose binding lectin، قد يحفز لنا اللاكتين باث واي عن طريق الاتصال مع المانوز او المنان binding lectin which activate complement by the lectin pathway. اذا صار طريقتين البكتيريا ممكن تحفز الكومبلمنت سيستم، اما عن طريق الالترناتيف باث واي مستخدمة البيبتيدوغلايكان او اللايبوبوليسكرايد، او عن طريق تحفيز اللاكتين باث واي مستخدمة المانوس شيجر الموجود بالسير وول مالت. When result of complement activation is opsonization، complement وتحفز، شو استفاد منه جهاز المناعة؟ يسوي لنا opsonization للبكتيريا، تسويغ حتى تلتهمها الفاغوسيتيك سير. التسويغ بواسطة منه؟ بواسطة C3B. C3B اهم واحد يسوي له اوبسنايزيشن على البكتيريا هو C3B and enhance phagocytosis of the bacteria. In addition، بالاضافه the membrane attack complement، مو بس هاي، add the membrane attack complex generated by complement activation lies bacteria. اذا طريقتين الكومبلمنت شلون يخلص من البكتيريا، اما يسوي لها اوبسنايزيشن تجي الفاغوسايتوسيس تاخذها، او يمشي C3 ورا C3 C4 والدور مو هيك 5 6 7 8 9 وهذا ال 9 شو يسوي لي؟ لايسيس اوف ذا بكتيريا. اذا الكومبلمنت يخلص من البكتيريا بطريقتين، لو يسوي لها اوبسنايزيشن وتلتهم الفاغوسيتك سير، لو لا يكمل طريقه لو ما يوصل للسي 9 والسي 9 يسوي لي لايس ذا بكتيريا، يسوي رابتشر تو ذا سيل وول اوف ذا بكتيريا.
تذكرون باللابتشين مالته اللي مثلتلكم اياه، مثل واحد حارس او شرطي او جندي ولابس لابتشين ينداس من فوق من راسه يزرف لي السيل وول مال البكتيريا. طبعا هذا عن طريق اللكتين والمنو والالترناتيف، لان كلهم بعدين اشتركن بالسي 3، السي 3 يصير واحد سلسله واحده اذا تتذكرون. خوش. اذا اول طريقه كومبلمنت، ثاني طريقه الانيت اميون سيستم يخلص من البكتيريا باسطه الفاجوسايتوسيس اند انفلاميشن. فاجوسيتيك سيل لايك نيوتروفيل اند ماكروفيج. ذن الاثنينات الملتهمات النيوتروفيل والماكروفيج. يوز سيرفيس ريسبتر، تستخدم ريسبترات على سطح على سطحها هي او على سطح البكتيريا المقصوده. Including mannose receptor and scavenger receptor to recognize extracellular bacteria. هذه phagocytic cell. بها اكو FC receptor. FC receptor على سطح الخلايا الملتهمه. هذا ال FC receptor يدور على FC مال immunoglobulin. هذا المتشلب بالبكتيريا. اكو الى receptor على phagocytic cell تجذب الفاجوسيتيك باتجاه البكتيريا المحاطة بالاف سي ريسبتر بالاميونوغلوبولين. And they use FC receptor and complement receptor، مو بس الاف سي، ايضا بها ريسبتر للسي 3 بي to recognize bacteria opsonized with antibody and complement protein respectively. In addition، بالاضافة لهاي dendritic cell اللي هي antigen presenting cell and fagocytes and phagocytes that are activated by the microbes secrete cytokine. الدندريتك سيل والفاغوسيتك سيل اللي تتحفز بواسطة الجراثيم ايش تبدا تفرز دن الخلايا الدندريتك والفاغوسيتك سيل، مو بس تنجذب الفاغوسيتك باتجاه الاف سي الموجود، لا تبدا بافراز سايتوكاينز. اللي سايتوكاين شنو فائدته؟ انترلوكين يعني. Which induces leukocyte infiltration. يجذب لي chemotactic factor. يجيب لي leukocyte باتجاه الانفكشن. يسوي لي عملية inflammation. The recruited leukocyte. هاي leukocyte اللي جتي ingest and destroy the bacteria. إذا أما phagocytic cell بواسطة الريسبتر الموجود للFC عليها لون الكومبلمنت أو لا. السيتوكاين اللي تفرزها المنطقة اللي بيها البكتيريا مع التفاعلات اللي تصير يمها تفرز سيتوكاين. هذا السيتوكاين يحفز لي الدندريتك سيل والفاغوسيتك سيل، يصير بها اكتيفيشن، ايضا تبدا بفراز سيتوكاين اللي يجلب لي ديفرنت وايت بي سي تو ذا سايت اوف انفلاميشن. هذا الانيت اميونيتي. الادابتيف اميونيتي شو يسوي؟ ادابتيف هيومرال اميونيتي از ذا ميجر بروتكتيف ريسبونس اجينست اكسترا سيلولار بكتيريا. الهيومرال اميونيتي اند ات فانكشن تو بلوك انفكشن تو اليمينيت ذا مايكروب تو نيوترلايز ذير توكسين. اولا بلوك ذا انفكشن اليمينيت، طبعا شلون بلوك ذا انفكشن؟ يعني يسوي اوبسنايزيشن للبكتيريا وتلتهم الماكروفيج أو neutralization للتوكسين مالها. توكسين تفرز البكتيريا exotoxin or endotoxin، يسوي لها neutralization by antibody بواسطة الانتيتوكسين. هو الانتيتوكسين antibody. Antibody response against extracellular bacteria are directed against cell wall antigen. الانتيبادي ضد cell wall antigen are secreted and cell associated toxin. ضد السيل وول انتيجين اولا وضد التوكسين اللي هو اما سكريتد يعني اكسترا اكزوتوكسين او اندوتوكسين اللي بعده اسوشيتد وذين ذا سيل which may be polysaccharide or protein. The polysaccharide are prototypic T independent antigen. Polysaccharide هو يعتبر انتيجين T independent antigen. شنو يعني تي اندبندنت انتيجين؟ يعني ما يحفز للتي سيل من هذا البوليسكرايد. And humoral immunity is the principal mechanism of defense
against polysaccharide-rich encapsulated bacteria. يعني البكتيريا اللي بيها كبسول like pneumococci, like meningococci, Neisseria meningitis أو Streptococcus pneumoniae اللي بيهن polysaccharide capsule دائما ذني الانتيبوديز يشتغل عليهن أكثر من التي سيل الانتيبودي انتيبودي يجي يتشلب بيها يحاول يسوي لها تسويق ويسوي لها اوبسنايزيشن وتأتيها الفاغوسيتيك سيل أكثر مما التي سيل تشتغل. رجعوا للجملة يقول antibody response against extracellular bacteria directed against cell wall antigen هم معنينا and cell associated toxin which may be polysaccharide or protein. خلاص نجي لهاي الجملة the polysaccharide البوليسكرايد اللي هو وين موجود أكثر شيء بالكبسول are prototypic T independent antigen يعني هو عبارة عن antigen لا يعتمد على T cell يعني اعتمد عليه من على هيومرال اميونيتي مو على السيلولار اللي هي تي سيل تي هيلبر اور تي سايتوتوكسي يعتمد على الهيومرال اميونيتي and the humoral immunity is the principal mechanism هو الميكانيزم الرئيسي of defense against polysaccharide rich encapsulated bacteria like meningococci and meningococci طبعا عندنا هوايه غيرهم بعد encapsulated bacteria the effector طبعا هاي كلها يعني زوايا ممكن تجي بالامتحان يعني يجيك اقول لك البكتيريا اللي ريتش ان بوليسكرايد بين قوسين مثلا اللي هي انكابسوليتد بكتيريا طبعا اكو كبسول مع البكتيريا هو مو بوليسكرايد بروتين ما لنا علاقه به عندي كبسول مع البكتيريا اللي هي تسبب لي الجمره الخبيثه باسيلس انثراسيس اللي تسبب لي الانثراكس الكبسول مالتها بروتين ما له علاقه بهذا هذا ما مشمول البكتيريا اللي الكبسول مالها بوليسكرايد ملايك منه منينجوكوكاي ونيموكوكاي اكثر شيء الهيومرال اميونيتي يشتغل عليها اكثر من السيلولار اميونيتي يعني الانتيبادي يشتغل عليها اكثر من السيلولار اميونيتي The effector mechanism used to by antibody to combat this infection شو يسوي لها؟ للبكتيريا اللي هي اكسترا سيلولار الهيومرال اميونيتي شو يسوي لها؟ Including neutralization إذا هي تعطي توكسين يعادلها اوبسنايزيشن تسويق فاجوسايتوسيس يعني اوبسنايزيشن يليه الفاجوسايتوسيس يسوخها وتجيها الفاجوسيتيك سيل اند اكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت يتشلب الانتيبادي الافسي يظل لبرا تحفز الكلاسيكال باث واي ذا بروتين انتيجين اوف اكسترا سيلولار بكتيريا اذا بكتيريا وهي اكسترا سيلولار وبيها بروتين مو سيوغر the protein antigen of extracellular bacteria also activate CD4 T helper cell هنا البروتين ما حفز للانتيبادي حفز للسيلولار ذاك T independent sugar البوليسكرايد هاي T dependent معطوله بروتين which produce cytokine that induce local inflammation enhance phagocytosis and microbicidal activities of macrophage and neutrophil and stimulate antibody production. يعني اعتمد على التي هيلبر. تي هيلبر اما راح تعطي اشاره للبي سيل وتحولها الى بلازما سيل وتبدا بافراز انتيبادي او هي تتصرف بطريقه معينه ضد المهم هي تعتمد على التي سيل. هاي الميكانيزم الطلاب يشوفوها. بكتيريا هيومرال اميونيتي وسيلولار اميونيتي والى اخره هاي تقولوا هذا الصوره هواي بها تفاصيل بس تشرح لكم شرح مفصل دور الهيومرال اميونيتي دور الكومبلمنت سيستم دور التي ديبندنت سيل سي دي 4 تي هيلبر الى اخره الانترا سيلولار بكتيريا خوش اذا كانت البكتيريا داخل الخلايا A characteristic feature, characteristics of facultative intracellular bacteria is their ability to survive and even to replicate within the phagocytes. Because these microbes are able to find a niche where they are inaccessible to circulating antibody. خلايا البكتيريا التي لها القابلية أن تعيش داخل الخلايا
تستطيع أن تتكاثر داخل الخلايا لأنه لها القابلية على إيجاد بيئة، وهذه البيئة are inaccessible، غير معرضة للcirculating antibody، ما توصلها antibody داخل الخلية. Their elimination شلون تخلص منها require the mechanism of cell mediated immunity. إذا كانت intracellular تحتاج إلى cell mediated immunity. يشتغل عليها من الانيت اند ادابتيف. الانيت ايش راح يسويها؟ النيت اميونيتي. The innate immune response to intracellular bacteria is mediated mainly by phagocytes and natural killer cells. خليتين يشتغلن على الانيت immune system against the intracellular bacteria. الناتشرال كيلر سيل والفاجوسيتيك سيل. Intracellular bacteria activate natural killer cell by inducing expression of natural killer cell activating ligand on infected cell. شلون تحفز الناتشرال كيلر سيل؟ هي داخل الخليه تخلي هذه الخليه تفرز مقويات او محفزات للناتشرال كيلر سيل ligand. And by stimulating dendritic cell and macrophage to produce interleukin 12 and 15. وكذلك هاي الليجاند اللي تفرزها تخلي الماكروفيج والدندريتك سيل يفرزن انترلوكين 12 و15 اللي اثنيناتهم ذني يعتبر الناتشرال كيلر سيل اكتيفيتنج سايتوكاين، يحفزن الناتشرال كيلر سيل. بعدين اجاوب على التعليقات. The natural killer cell produce interferon gamma which in turn activate macrophage and promote killing of the phagocytosed bacteria. كل هاي افتهمون. اولا البكتيريا اللي تعيش داخل الخليه افرزت ليجاند، خلت الخليه تفرز ليجاند، هاي الليجاند يعني مواد كيميائيه حفزت الدندريتك سيل والماكروفيج. ده ايش خلتها؟ تفرز انترلوكين 12 و15. ذن اثنيناتهم يعتبرن محفزات الناتشرال كيلر سيل. الناتشرال كيلر سيل بدورها تفرز انترفيرون جاما اللي هو اكتيفيت ماكروفيج and promote killing of the phagocytosed bacteria. Thus the natural killer cell provide an early defense against this microbe before the development of adaptive immunity. هاي بالinnate immunity. بالadaptive immunity the major protective immune response against intracellular bacteria is T-mediated T-cell, mediated recruitment and activation of phagocytes. يعني معناه cell-mediated immunity. هذا الadaptive. Phagocytosed bacteria stimulate CD8 cell response. إذا كانت bacterial antigen are transported from phagosome into cytosol of the bacteria. داخل الخلية اللي ملتهمتها. تعرفون البكتيريا تلتهم تصير ضمن الفاغوسوم. إذا انتقلت من الفاغوسوم إلى السيتوسول داخل الخلية الملتهمتها or if the bacteria escape from phagosome and enter the cytoplasm of the infected cell. In the cytosol the microbes are no longer susceptible to microbicidal mechanism of phagocytes, but for eradication of infection, the infected cell have to be killed by CTLS, يعني CT lymphocytes. Thus, the effector of cell-mediated immunity, namely CD8 T cell, CD4 positive T cell, that activate macrophage and CD8 cytotoxic T cells, function cooperatively. هسه راح نشوف الصورة طلاب كل شيء توضح لنا. هذا الانيت اميونيتي، هذه الماكروفيج ملتهمة خلية ملتهمة بسطها بكتيريا. هاي البكتيريا ايش سوت لي؟ البكتيريا اللي داخل الخلية خلت الماكروفيج تفرز انترفيرون جاما. الانترفيرون جاما اثر لي على الناتشرال كيلر سيل. الناتشرال كيلر سيل ايش سوت لي؟ فرزت لي انترلوكين 12 وغيره. هذا سوالي جذب للخلايا الفاغوسيتيك سيل باتجاه الخلايا اللي ملتهمه الخليه، مو بس
جذاب للنيوتروفيل، حفز نفس الخليه اللي ملتهمه البكتيريا على انه تقضي على البكتيريا اللي بداخلها. انترلوكين 12 هذا النيت ما له علاقه به. الادابتف بكتيريا داخل خليه داخل الماكروفاج. اذا ضمن فاغوسوم، اذا الفاغوسوم اتصل باللايسوسوم هذا خبر خلص منها راسا. خوش. اذا البكتيريا طلعت لللايسوسوم، طلعت عفوا للسيتوسول او بالسيتوبلازم، ايش راح تحفز دي سي دي 4 تي سيل؟ السي دي 4 راح يقتل الخليه كلها هي والجرثومه، يقتلها بواسطه انترفيرون جاما، ويحفزها على شنو؟ اذا ما يقتلها يحفزها على التهام، على قتل البكتيريا. زين، او يحفزها بالانترفيرون جاما على انه تقتل الخليه، شوف قتلتها، او على انه يجذب لها منه السي دي 8. سي دي 4 له دور انترفيرون جاما، اما حفز الخليه انه تقضي تقتل نهائيا هذه او لا، خلى السي دي 8 تاتي باتجاهها وتقتلها. هذه كل الميكانيزم بالادابتف. بالانيت مبينه البكتيريا داخل الماكروفيج فرزت ليجاند انترفيرون جاما واحد منهن، حفز الناتشرال كيلر سيل، ناتشرال كيلر سيل الثاني انترفيرون واكثر من انترفيرون انت عفوا انترلوكين 12 وغيره، حفز الخليه على قتل ما بداخلها او جذب لها نيوتروفيل باتجاهها حتى يساعدها. بالادابتف لا، اذا الفاغوسوم اتصل باللايسوسوم خلاص كيلينج راسا. اذا سي دي 4، سي دي 4 راح يساعد اما بيفرز لي الانترفيرون جاما، من يفرز الانترفيرون جاما هذه الخليه اما تقتل مباشر البكتيريا اللي بداخلها والخليه كلها تنقتل، او يحفز لي السي دي 8 على قتلها. يعني لو يحفزها هي تقتل البكتيريا، لو يجذب لها السي دي 8 بنفس الاتجاه. خلينا نشوف الشات مالتكم. ايه عاجبك البسطال محمد الورازي، البسطال ما لحقتوا على البسطال انتم جيل اللي ما شايفين عسكريه، ما شايفين عسكريه. محمد علي ام اتش سي دكتور من تدخل الخلايا راح تتغير؟ لا، هو الام اتش سي تحدد نوع الانتيجين. اذا انت راسيلولار مايكرو اورجانيزم فيروس داخل الخليه، بكتيريا داخل الخليه، او تيومر سيل، لان عاده يشيلن ام اتش سي 1 يتجهن باتجاه السي دي 8 يعني سايتوتوكسي. واذا غير انتيجينات او هابتين عاده يترافق ويا ام اتش سي 2 ويروح باتجاه السي دي 4 تي سيل، يعني للتي هيلبر، للتي هيلبر مو للتي سايتوتوكسيك. يعني في القاعده مختصره بس مو دائما صحيحه، يعني 90% صحيحه هاي القاعده. اوكي طلاب، ان شاء الله فاهمين المحاضره بس يراد لها تركيز. البكتيريا الذي يعيش داخل، لا هي معطولها داخل خليه ام اتش سي 1 قاعده، معطول انتراسيلولر تشيل وياها ام اتش سي 1. وين الصورة اللي بيها ام اتش سي 2؟ انا هاي ما اقدر اشوفها. اذا انتراسيلولر ام اتش سي 1 دائما، يعني دائما في 90% من الحالات. اللي هي سي دي 8 بالضبط، سي دي 8. دائما كل ام اتش سي 1 مرتبط بانتيجين يروح باتجاه السي دي 8 اللي هي تي سايتوتوكسي. يا
قلت لكم أن القاعدة مو دائما صحيحة، لأن بعض الأحيان نحتاج إلى مساعدة السي دي 4. شلون هسه السي دي 4 الثاني انترلوكين، هذا وين بالله؟ انترفيرون جاما، والانترفيرون جاما ساعد لي بقدوم السي دي 8 باتجاه الخلية. بس عمومي كعموم لا، العموم لأنه الـ MHC1 هو الغالب على كل intracellular microorganism، سواء كانت بكتيريا، فيروس، باراسايت، تيومر سيل، فيروس، كل هاي. يلا طلاب شكرا جزيلا، نلتقي إن شاء الله يوم الخميس على محاضرة هم أونلاين إن شاء الله. العملي بكرة لا تنسون، العملي مال الطلاب المشمولين بالعملي بكرة هم راح يكون أونلاين، راح مرتضى يعطيكم إياه. أوكي شكرا جزيلا للكل، باكر للكل، العمل راح يكون للكل مو شعب، للكل. لا لا خلي يحضرون الكل، حتى اللي حاضرين كانوا خلي يسمعون مرة ثانية.